السلام عليكم. عليكم السلام عيون استاذ. يحفظك. ابو نشوى، النوب منزلين عليك مقطع او الحقيقة مرتبين لك صورة. ايه. على انه انت وزير الاتصالات. مصورين لك صورة. ايه. صورة صورتك انت والبرج مالتك. ايه. وصورة للسيد الوزير. ايه. هي طبعا الغاية تشويه صورة السيد الوزير. احنا ما عدنا معرفة بالسيد الوزير. إيه؟ لكن من خلال الناس العاملة وياه يقولون إنسان مهني ودكتور وأستاذ بالجامعة. فأنت شو تقول للناس اللي هاي اللي نشرت واللي شاركت واللي مصدقة؟ والله عمي الله شاهد وراغب، أنا زلمة فقير. إيه؟ وهاي طيوري. إيه؟ وين ولا دارس ولا مودي ولا وين وين الوزير وشلون صرت وزير؟ نعم. أي عم هاي ناس هذولا قاعدين لا شغل لا مشغلة بكيفهم يشبهون، أنا أشبهك أصورك وأشوه سمعتك. صح. ذاك هيجي أنا عبد فقير وذن طيوري، أي أشتغل بطيور بالدجاج بالهاي. سين أنت أدري مو عندك مقاطع على اليوتيوب؟ مقاطعك لا، وعندي عرفة هواي وعندي جماعتي مشاهديني هواي. بس أنا عبد فقير، وين وين الوزير؟ إي والله. إيه إنه انهم مسوين وزير وجيبوا ودي. لا عمي لا، انا زلمه هذن طيوري وذن دجاجاتي وعايش بيه. هاي هم الدجاجات هم راح نطلعهن. هاي الدجاجات. هذن الطيور هم صورهن وياي اللي تقوم خلي يشوفون. عمي هذا حسن ابو نشوه. ايه وين وين الوزير؟ حسن ابو نشوه من اهالي كنعان. ألف رحمة لوالديك. من كنعان أنا زلمة عبد فقير. إيه محافظة ديالة وكل الناس تعرفه. لا وزير ولا دارس ولا عبد. نعم. الوزير. ها شلون؟ أقول لك بهالشمس حامستنا حمس، وين وين الوزير؟ والله العظيم. هاي هم ناس فايخة تريد تشوه سمعة. والله عمي هاي تشوه سمعة أمانة الله والرسول. صح صح. هذا طير هذا طير بيناتها. هاي الطيور. إيه. ممنونين منك، بارك الله بك ابو نشوى. حفظك على راسي. يسلم راسك.